أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. اليوم إحنا بالفصل الأول الدرس الثامن، الدرس الثامن تكمل الدرس الماضي، مثال 5 وصلنا. جد قيمة العبارات الجبرية الآتية، مطينا قيمة X بس نعوضها. الحل هنا راح نتذكر كل ما ماضي سابقا. أولا القيمة المطلقة دائما ناتجها موجب، إذا سالب يطلع موجب، شوفه يطلع موجب 18. زين إذا موجب يبقى موجب كما هو. زائدا بدل الأكس شرح نعوض، قلنا الأكس شقد مطينا إياها 9، الكل تربيع ناقص 99 ويساوي 18 زائد 9 تربيع 81 ناقص 99 ويساوي 8 1 99 ناقص 99 شي يساوي 0. هذا أول ناتج، بس عوضنا بدل X، تدريب شلون تعوض بدل X. هنا راح نعوض بدل Y، نشوف ايش قد مطينا يا Y. بدل Y راح نعوض سالب 9، إذا Y هنا Y يساوي سالب 9، راح نعوض هنا ونشوف شلون نطلع النتيجة. بدل كل Y وين ما نشوف الY راح نخلي، وين ما تشوف الواي هذا واي وهذا واي، نهتم بس بالعمليات الجبرية، وهذا واي يساوي سالب 9 ويساوي الحل 3 تربيع 9 في قوس الواي شقد سالب 9 قسمة سالب 3 في قوس الواي شقد سالب 9 ناقصا القيمة المطلقة للسالب يصير موجب 36، يروح القوس، هذا يصير موجب، هذا يبقى سالب، هذا ما له علاقة خارج القيمة المطلقة، شوفه يبقى سالب، بس هذا الداخل يصير موجب، موجب في السالب يصير سالب. قسمة 2 في سالب 9، خلينا نشوف شو راح نطلع النتائج. 9 في سالب 9 سالب 81، موجب في السالب سالب. قسمة السالب في السالب موجب 3 في 9 27 ناقص 36 قسمة 2 في سالب 9 سالب 18، خليها بقوس حتى بس نميزها. عملية القسمة تسبق عملية الجمع والطرح تسبق هذا، يعني السالب على الموجب سالب، 81 على 27 بها 3 في 27 81 ناقصة 36 سالب على السالب قسمة السالب قسمة السالب موجب 36 قسمة 18 بها 2 36 قسمة قسمة 18 سالب على السالب موجب 36 على 18 بها 2. إشارات مختلفة، نأخذ إشارة الكبير ونطرح 3 ناقص 2 1، إذا طلعناهن بهذا الشكل. خلينا نشوف هذا المثال ايش يقول. رسم بسام صورة لخريطة العراق ممثلة بعلم العراق على ورقة مستطيلة الشكل، عندنا ورقة مستطيلة الشكل، مستطيلة الشكل، يمكن ما واضح المستطيل، هذه ورقة مستطيلة الشكل، طولها يزيد على عرضها بمقدار 11، الطول أكيد أكبر من العرض بمقدار 11. أنت هنا بأسئلة الفرض لما إجاك طول عرض أي شيئين، أي يجيك أي شيئين تروح على الشيء الصغير هو تفرضه X أو D أو L أو M بكيفك، إحنا تعلمنا نفرضه X. إذن شوف الحل، من الأكبر الطول، هذا هو الطول لو العرض، لا استاذ الطول اكبر، اذا وين اروح على العرض الصغير هو مفرض اكس. نفرض ان العرض هو اكس، فرضنا اكس، اوكي نجي على الطول، طولها يزيد على عرضها، اذا الطول
إذن الطول يساوي يزيد على أرضها، يعني X زائد بمقدار 11. شوف الطول هذا كله أكبر من الأرض ب 11، فعلا هو نفس الأكس بس أكبر منه ب 11. الطول أكبر من الأرض ب 11. أوكي، إذا أسهل لك ابدأ من الشيء الصغير دائما. إجينا على الأرض أصغر من الطول، سوينا X وطولها يزيد على أرضها، يزيد يعني زائد، زائد الأرض بمقدار 11، يعني الأرض زائد 11 يلا يصير الطول. اكتب عبارة جبرية تمثل مساحة الصورة. أولا شنو مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل متساوي الطول في الأرض. إذا وتساوي الطول ايش قد عندي؟ X زائد 11 في الأرض. ايش قد عندي في الأرض؟ X في X. هاي كتبناها المساحة. ممكن إذا تريد تضربها تبسطها توزعها على القوس أو تخليها بهذا الشكل. اكتب عبارة جبرية تمثل مساحة الصورة. هذه مساحة الصورة، وجد هذه المساحة عندما يكون عرضها 39. تعالوا خلينا نشوف شلون نجد مساحتها عندما يكون عرضها 39. خلينا نشوف، ركزوا وياي. ويساوي بما ان يعني الاكس يكون عرضها يساوي 39، عرضها عند اكس يساوي 39، بما ان الاكس يساوي 39 سنتيمتر راح نعوض. اذا مساحة الصورة او المستطيل نفسه شو يساوي؟ راح نعوض بدل كل اكس بال 39. 39 زائد 11 في 39، خلينا نشوف ايش قد راح يطلع لنا. ركز وياي، 39 زائد 11 50، 50 في 39 ننزل الصفر، نزلنا الصفر، 5 في 9 45، خلينا 4، 5 في 3 15 و 4 19، 1950 سنتيمتر مساحة الصورة، مساحة الورقة أو الصورة نفسها. هي الورقة هي الصورة. إذن وجدنا الآن المساحة. سوينا أول شيء، سوينا حولنا الكلام إلى رياضيات. وين تروح؟ أهم شيء بالعدد القليل، هو الشيء القليل. فرضنا أكس، الطول يزيد عن الأرض، يعني 11 يعني أكس زائد 11. مساحة المستطيل، الطول في الأرض، أكس زائد 11 في أكس. بعدين يقول لك هذا الأكس جد لي المساحة، هاي كتبناها عبارة جبرية. أريد الآن المساحة الحقيقية بالرقم عندما يكون عرضها يعني الأكس شو تساوي 39. الأكس تساوي 39، عوضنا بدل كل أكس 39 طلع لنا هذا الناتج. الآن تأكد من فهمك، موضوع تأكد من فهمك يقول اكتب عبارة جبرية تمثل كلا مما يأتي. الحظ هنا رقم واحد أكثر من N ب 18، يعني N زائد 18 أكثر من N ب 18، أقل من Y يصير Y ناقص أقل، Y ب 13، Y ناقص 13، ثلاثة أمثال هذا المقدار بس ضربة ثلاثة اللي هو الـ X ناقص 2 أس 4، ثلاثة أمثال ضرب ثلاثة أمثال. X ناقص 3 مقسوم على 8، X ناقص 3 تخليه بقوس كل هذا قسمة 8. صار ليش خليناه بقوس؟ لأن كل مو بس 3 تقسم 8، شوف لو ما تخلي القوس راح تصير 3 مقسومة على 8، بس شو نخلي القوس يعني هاي العملية أول، هذه العملية هو راد هذه أول، فنخليها بقوس لأنه هي هاي نبدأ بها أول. X ناقص 3 قسمة 8 كلها قسمة 8. بعد رقم 5
تي ناقص 3 مقسوم على تي زائد 3. شوف كل تي ناقص 3 هو خالب قوس قسمة تي زائد 3. بعد 7 أس 3 7 أس 3 مضروب في قوس ال ناقص 9. هذا هو، شوف حولنا الكلام، 7 أس 3 مضروب في ال ناقص 9 بهذا الشكل. يقول جد قيمة العبارة الجبرية، جد قيمة العبارة الجبرية في كل مما يأتي باستخدام قيمة المتغير المعطاة. مطينا متغير، وصلنا إلى 7. شوف قبل شوية ايش كان عندنا، هذا رقم 6، هسه رقم 7. نجي الآن اريد قيمة، شوية نكبرها، جد قيمة العبارة الجبرية في كل مما يأتي باستخدام قيمة. راح نعوض بدل الأكس، شوف بالـ 12. يعني شو يصير عندي الحل؟ 4 في 12 بدل أكس خليها بقوس أو تخلي فيه نفس الشيء، ناقصاً 6 تربيع 36 زائد 3. 4 في 12 48 ناقص 36 زائد 3. استاذ عندي جمع طرح، كيفك؟ ابدا عادي من يسار يمين. 48 ناقص 36 12 مو 8 ناقص 6 2 ويساوي 8 ناقص 6 2 و4 ناقص 3 1 زائد 3 12 زائد 3 ويساوي 15. خلي نروح الى هذا رقم 8، راح اعوض الحل بدل كل واي بالسالب 4، بس واي واحد عندي 3، القوس هو الأول، سالب 4 زائد 8 ناقص 67 ويساوي 3 في سالب 4 زائد 8 موجب 4 ناقص 67. نضرب 3 في 4 12 ناقص 67. إشارات مختلفة، هذا موجب هذا سالب، نأخذ إشارة الكبير السالب، أخذنا السالب ونطرح 7 ناقص 2 5 6 ناقص 1 5، إذا سالب 55 بهذا الشكل. نجي الآن الرقم 9، شو تقول رقم 9؟ خلينا نشوف هذا رقم 9، خلينا نكبرها ونشوف. ويساوي بدل الزد ايش راح اخلي؟ الحل بدل الزد شو اخلي؟ سالب 30 2 بدل الزد سالب 30 ناقصا 5، هذا قوس الاولويه للقوس، ناقصا 3 في 9 تربيع 81 وتساوي 2 في سالب 30 وسالب 5 اشارات متشابهه، تاخذ اشاره الكبير وتجمع بالمتشابهه، 30 و5 35 ناقص 3 في 1 3 و3 في 8 24 ويساوي، طلعنا السالب، 2 في 35 70 ناقص 243. إشارات متشابهة نأخذ إشارة الكبير، إشارات متشابهة نأخذ إشارة الكبير، 243 ونجمع 3 وصفر 3 4 و7 11 هنا ينزل 1 1 و2 3 سالب 313 بهذا الشكل. بعد نجي رقم 10، هذا رقم 10 نكبره أكثر نوسعه نشوفه زين، ويساوي 2 تكعيب 8 الحل، 64 قسمة اديش قد مطيني اياها 8 ناقص 3 في 72 زائد الدي 8، عوضنا بدل كل دي ب 8 وتساوي 8 في 64 قسمة 8 8 ناقصا 3 في 72 و 8 80، 8 في 8 64 ناقص
3 في 0 0 3 في 8 24. نجي نريد نطرح. أستاذ أنا عندي مشكلة. أول شيء نحل الإشارة. شنو الإشارة هنا؟ إشارة الكبير السالب. عندي مشكلة دائما أنا بعمليات هذه 240 على 64. شلون؟ لحظة سهل، أخذ منا واحد، طبعا صار هنا 3 نا واحد، 10 ناقص 4 6 بقى 3، ف 23 ما 3 ناقص 6 ما صير. فناخذ الآن 23 ناقصا 6 17، إذن 100 سالب 176 بهذا الشكل. نجي الآن إلى هذا الرقم سالب الحل، سالب 15. القيمة المطلقة للسالب موجب 15 زائدا بدل في شرح أخلي 6 تربيع ناقص 35 وتساوي 15 زائدا 6 تربيع 36 ناقص 35. أسهل لك، 36 ناقص 35 1 وزائد 15 ويساوي لنا ايش قلت 16. مو أسهل؟ 36 ناقص 35 1. شوف السهلات وين وتجمعهم، هيك تعلم أسهل لك تصير. السؤال 12 والأخير درسنا لهذا اليوم، لاحظ راح أعوض بدل كل واي سالب 8، يعني الحل ويساوي 4 في سالب 8 قسمة 16 ناقصا السالب 48 يروح القيمة المطلقة، شو يصير؟ موجب 48، بس هذا السالب أصلي ما لنا علاقة، أنا هذا السالب خفيت راح. قسمة 2 في الواي ايش قاعد عندي؟ سالب 8. نجي الآن 4 في سالب 8 موجب في السالب سالب 4 في 8 32 قسمة 16 ناقصا 48 قسمة 2 في السالب يصير سالب 2 في السالب موجب في السالب سالب 2 في 8 16 ويساوي سالب على الموجب، هذا موجب وهذا سالب، قسمة سالب على قسمة موجب سالب، سالب على العلى يعني قسمة، السالب على السالب على الموجب سالب 32 على 16 2. السالب على السالب، شوف أول شيء عملية القسمة قبل الطرح، هاي بعدين. السالب على السالب موجب 48 على 16 ايش قد بيها؟ بيها 3. إشارات مختلفة، نأخذ إشارة الكبير. من الكبير عندنا؟ ونطرح، ماكو داعي نكتب الإشارة. 3 ناقص 2 1 بهذا الشكل. إذن أعزائي الطلاب كان درسنا لهذا اليوم. الدرس القادم إن شاء الله نكون وياكم ونخلص هذا الموضوع ونكمل. ولا تنسى دائما تحاول أن أنت تشتغل بإيدك هواية، تعيد كل ما أخذه تعيد دائما، هذا هو سر الرياضيات. اشتغل بإيدك هواية وحل، راح نشوف جدا مسيطر وصل عليك الموضوع جدا سهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.